السلام عليكم، أنا محمد غنايم، كيف الحال؟ عساكم بخير. أسأل الله عز وجل أن ينير قلبك ويوفقك ويفتح عليك من واسع فضله، فأنت تستحق كل خير بكل أمانة. أسأل الله أن يفرج همك. لم أكن أرغب في نشر حلقة اليوم لظروف معينة، حتى أصبحت الساعة 9 مساء، ثم وجدت تعليقا من أحدكم حفظه الله يقول: إياك ألا تنشر هذه الجمعة، فخجلت من ثقته وكرمه وأحسنني جفاؤه. وبالفعل أثرت الكاميرا كما تشاهد الآن. طفل قتلته أمه، ولما استغرب الناس عن سبب موته وجدوا أن أمه قتلته بجهلها. هذه الأم أحضرت ابنها إلى المشفى لعلاج طفح جلدي قد ظهر على ابنها، وبالفعل قام الطبيب بوصف كريم لذلك الطفل، وأخبرها أن تدهن لابنها بمقدار حبة العدس، ولكن تلك الأم كانت تدهن لابنها بمقدار كبير جدا، مما أدى إلى توقف التنفس عند ذلك الطفل بسبب مضادات الهستامين الموجودة في الدواء، وبالتالي توفي. ولو تمعنا في جسم الكبار في السن نلاحظ أن الكتلة العضلية لديهم تكون قليلة، والعمليات الأغذية أيضا تكون قليلة، ووظائف الكبد والكلية تقل، كل شيء لديهم تقريبا يقل باستثناء الدهون، ترتفع بكميات كبيرة لدى الكبار في السن. يعني لو جئنا بدواء يستهدف الدهون مثلا علاج منوم الباربيتورات، هذا العلاج إذا أعطيناه للكبار في السن يجب أن يكون في جرعة كبيرة لأن الدهون لديهم كثيرة، ولكن لو أعطيناه للشباب يجب أن يكون في جرعة أقل حتى لا يضرهم لأن الدهون لديهم قليلة. هذا الأمر وهذه المعلومات حول الأدوية يستغرق معرفتها سنين من الأبحاث والتجارب، وهذا الأمر يدركه كل من يعمل في المجال الطبي. يعني ليس من السهل إيجاد دواء لمرض ما خلال شهر أو سنة، الأمر يستغرق سنين طويلة. ونسمع بين الحين والآخر أخبار عن صدور علاجات لكوفيد 19 أي كورونا، وأغلب الناس ربما ينساخ خلف تلك الأخبار بطريقة غير واعية، فحببت أن يكون لأصدقاء محمد غنايم نظرة مختلفة في هذا الموضوع. هنا طبعا لا أسحب الأمل منك في إيجاد علاج لهذا المرض، ولكن يجب عليك أن تعرف الصحيح وتتوكل على الله. فكما تعلم انتشر وباء عم الأرض، مئات الآلاف من الناس توفيت، الملايين أصيبت، جعل الناس بين خوف وخوف، اقتصادات هدمت، مصانع أغلقت، عجلة اقتصادية تعطلت، الأمر أشبه بحرب كبيرة لا ترحم أحدا، والمستفيد الوحيد من كل هذا الأمر إنه كوكب الأرض. خلال فترة الوباء تراجعت انبعاثات الغازات السامة بنسب كبيرة، كما قالت وكالة ناسا نسبة تراجع ثاني أكسيد الكربون ب 50%، أول أكسيد الكربون نسبة 25%، أيضا تركيزات الأوزون قلت بسبب انخفاض الضغط وتجمد الحرارة في القطب الشمالي كما أكدت وكالة الفضاء الأوروبية، لدرجة أن تقرير في وكالة الأنباء جاء فيه أن تعافي المناخ بسبب الوباء الحالي قد ينقذ 20 ضعف عدد الأشخاص الذين ماتوا أو سيموتوا بسبب كوفيد 19. تخيل، إذن هي الأرض تتعافى. لذلك ما رأيكم بما أن علاج هذا المرض أو تعافي الأرض سيأخذ وقت طويل ربما أن نبحث وإياكم عن طرق للاستفادة من هذا الوباء لحين علاجه؟ فمثلا خلال الوباء شركات كثيرة شهدت ازدهارا لم تشهده من قبل، مثلا شركة 3M الأمريكية لصناعة الكمامات، شركة موديرنا، شركة توبي كلاف الماليزية، وشركات كثيرة شهدت ازدهار كبير خلال فترة الوباء. شركات طبية كثيرة كانت الجائحة بمثابة الضر النافع لها، أيضا شركات أخرى مثل شركة زوم زاد عدد مستخدميها خلال الوباء فقط 2.5 مليون مستخدم، وشركات الشراء الإلكتروني مثل أمازون وألي بابا إلى آخرها كلها ارتفعت أسهمها بسبب البقاء في المنزل وإقبال الناس على التسوق الإلكتروني. ولكن لا أريد التكلم عن الشركات، هؤلاء الشركات لديهم القدرة على تخطي أي عائق مالي قد يواجههم، ولكن نريد أن نتكلم عن الشخص البسيط مثلي ومثله، كيف يمكن أن نستفيد من هذا الوباء اقتصاديا لصالحنا. جاء في تقرير طلعت عليه أن نسبة 15% من الأفراد أي عامة الناس يعني مثلي ومثلك وليس الشركات استفادت من هذا الوباء اقتصاديا. الاستفادة لدى الأفراد كانت في بث الفيديو، الألعاب، تسليم الطعام، التداول وأمور أخرى، ولكن أريد أن نركز على التداول كونه المجال الأصعب والأعلى ربحا كما تعلم. نحن بالمناسبة تحدثنا سابقا في هذا المجال في حلقات كثيرة، والتلخيص سريع للتداول: التداول يتم من خلال منصات، ومن تلك المنصات منصة إيثيرو، لدينا حساب إسلامي هناك وسنقوم بالشرح من خلاله، أيضا سأضع لك في الوصف رابط لتلك المنصة يمكنك فتح حساب إسلامي. بالمناسبة على مستوى منصة إيثيرو زاد التداول لديها خلال فترة الوباء بخمس أضعاف، وهذا أمر يعني يوثق الكلام الذي نقوله الآن نحو الاستفادة مادية من هذا الوباء سواء على مستوى الشركات أو على مستوى الأفراد مثلي ومثلك. ومن هنا السؤال: ما هي المجالات التي لا بد من التداول بها خلال فترة الوباء وبالتالي تحقيق الربح؟ بسبب البقاء في المنزل ارتفع الطلب على خدمات التوصيل للمنازل، ارتفعت أسهم الشركات التجارة الإلكترونية مثل أمازون، ارتفعت أسهمها بقيمة 25%، فبالتالي أمازون تعتبر بيئة خصبة للتداول هذه الفترة. بسبب أيضا البقاء في المنزل ارتفع عدد لاعبي الألعاب الإلكترونية، وبالتالي الشركات التي تظهر على الشاشة هنا
تعتبر أيضا بيئة جيدة للتداول كونها مختصة في مجال الألعاب الإلكترونية. بالنسبة للقطاع الصحي والتقني، شركات الأدوية العملاقة من المؤكد أن أنظار العالم تتجه نحوها على أمل أن يجدوا علاج لهذا المرض، وبالتالي أسهمها هي بارتفاع مستمر. فهذه الشركات التي تظهر على الشاشة أيضا تعتبر بيئة خصبة للتداول كونها علم في هذا المجال وفي مجالات تطوير اللقاحات للأمراض المعدية. لنأخذ على سبيل المثال شركة موديرنا. شركة موديرنا الآن تقوم بتطوير لقاح لكوفيد 19 يقوم على mRNA، سمتها mRNA 1273. هذه الشركة انتهت من المراحل السريرية الأولى في تطوير هذا اللقاح، وهذا أمر مبشر لارتفاع قيمة أسهمها، وبالتالي إذا كنت ترغب في التداول في الشركات الطبية هذه خيار أيضا ممتاز. شركة نوفافاكس، هذه الشركة أيضا مختصة في التكنولوجيا والبحث في الأمراض المعدية، أيضا عندما أعلنت رغبتها في تطوير لكوفيد 19 ارتفعت قيمة أسهمها وما زالت ترتفع إلى الآن، أيضا تعتبر مكان جيد للتداول. أما بالنسبة للقطاع الصناعي، على رأسه تأتي شركة تسلا الأمريكية، حيث أنها في 22 مارس أعلنت عن رغبتها في مساعدة الحكومة في الحد من انتشار وباء كوفيد 19 من خلال بحث تطوير أجهزة تنفس معينة أو مراوح في هذا المجال، وبالتالي أسهمها في ارتفاع مستمر وهي بيئة جيدة وخصبة جدا للتداول. يعني لو تفكرنا في الحرب العالمية الثانية، مصانع السيارات توقفت، كان الإقبال يتجه حول مصانع الطائرات والأسلحة إلى آخره، وبالتالي الأسهم تلك المصانع ارتفعت في تلك الفترة، من حول تداوله لذلك القطاع ارتفعت قيمة أسهمه وربح وكسب من كسب. لذلك لا بد من تغيير أهدافك في تداول هذه الفترة بما يناسب السوق الحالي. لذلك أنا أرغب في التطبيق بشكل عملي في الحلقة القادمة، وأرغب أن يكون لنا في كل شهر حلقة في نهاية الشهر ربما نتكلم بها عن هذا المجال. فإذا أحبب افتح حساب في منصة إيتيرو وقم بتفعيل الحساب الإسلامي، الطريقة موجودة إن شاء الله في الوصف، وقم بالإيداع بهذا الحساب لحين الحلقة القادمة. أو إذا أحببت يمكنك أن تفتح حساب تجريبي وتقوم بالفعل بالتداول في الشركات التي ذكرناها. الآن سأقوم بإنشاء قائمة مشاهدة. هذه القائمة سنقوم بتلخيص بها الشركات التي الاستثمار بها في فترة الوباء الحالية أمر جيد وفق الخبراء. في البداية نذهب إلى المحفظة الافتراضية، ومن هنا قائمة المشاهدة، ونستطيع من هنا أن نجري مجموعة. أنا وضعت هنا اللي هي القائمة الخاصة بكورونا، سأضيف عليها بعض الشركات، مثلا شركة موديرنا وإي أم دي وأمازون، مثلا شركة تسلا أضفتها للقائمة. أما بالنسبة لتحويل حسابك لحساب إسلامي، طبعا من قسم المساعدة من هنا تذهب إلى الرجاء الاتصال بالدعم، وبعد ذلك من هنا تقوم بإرسال طلب لهم أنك تريد ترغب في تحويل حسابك حساب إسلامي، ولكن في البداية يجب أن تقوم بإيداع قيمة $1000 حتى يقبل تحويل حسابك لحساب إسلامي. بعد ذلك تقريبا يستغرق الأمر 7 أيام أو أقل أو أكثر حسب، يتم تحويل حسابك برسالة عبر البريد الإلكتروني تصلك، أن مفادها أن حسابك تم تحويله لحساب إسلامي كما الحال بالنسبة لحسابي هنا. إن شاء الله في الحلقة القادمة أو القادمة في مجال التداول سأتكلم عن العيش خارج كوكب الأرض، فهل تتوقع عن من سأتكلم؟ ودمتم في أمان الله.